مدرسة مريم أنا مثال حي للتعايش في بلد مزقته الانقسامات السياسية والمذهبية. أطفال من مختلف الديانات والقوميات جمعتهم مقاعد الدراسة هنا بمدينة كركوك العراقية. هاي المدرسة أسسها سيدنا البترك الدكتور لويس ساكو سنة 2011، والهدف هو أتصور يعني هو أنه نكون نعيش العيش المشترك في هذه المدرسة، أنه نقبل في المدرسة كل الأطياف الموجودة في كركوك. الصورة هنا تعكس رغبة السكان المدينة التي تضم فصائل عديدة في التعايش ونبذ أي تقسيم على أسس طائفية أو عرقية، رغبة جسدها تزايد الإقبال على هذه المدرسة كما يقولون. اختلافنا ما لازم يكون سبب للخوف، سبب لإنعزال أكبر، بقدر ما يكون سبب لغنى، سبب لتطور وتقدم أكثر. أنا جيت لهاي المدرسة أدرس بيها، حبيتها هواية، بها أصدقائنا صديقاتنا يعني ولد وبنات، ماكو تفرقة، والتعاون وحب العمل. نلعب ويا أصدقائنا مثل أصدقائنا أنور، دانيال، حمزة، داني، كلش أحب هاي المدرسة. مع المادة كل هنا يدرسونا، وأنا أحكي عربي وكردي، وإن شاء الله من أتعلم تركماني. كلش أصدقاء عندنا، مدرسة نظيفة، عندنا مختبر بالعلوم. تجربة يأمل القائمون عليها أن تتكرر في مدن عراقية أخرى، رغم ما يحيط ذلك من مصاعب بسبب الصراعات السياسية وعدم الاستقرار. صباح الخير. صورة هي الأجمل لأطفال من المكونات كافة لم يصلهم بعد فيروس الانقسامات السياسية والتعصب القومي والمذهبي. لبرنامج اليوم الحرة، سوران الداودي من داخل مدرسة مريم أنا كركوك.